السلام عليكم. كم هو مؤلم عندما نفارق الأحبة، ففي فراقهم في ظاهره دموع وأحزان، وفي باطنه كأن عضو من جسدك قد اقتلع منك، ولنا في فراقهم وجع لا يزول وألم لا ينتهي، لكن يبقى الأمل حاضرا وسط عواصف الألم. فكم طال البعد والصبر أصبح أقسى، والأمل باللقاء هو ما يبقينا على قيد الحياة. سيأتي اللقاء يوما ليلملم الجراح. أهلا بكم بالتفصيل، معي أنا ناطق صلاح الدين. تشاهدون اليوم بالتفصيل. قال فأطمئنوا روحها، أنا أضمن لها 40 سنة وخلي تماس حياتها الطبيعية وحياتها الزوجية. كان يقول لك النساء كافرات وكئيبات، أنا شلت الورم كله ولا تخافين، هاي تعيش 40 سنة. والله بعمر الورد أشوفها هنا بالصورة، بعمر الورد أستاذة جامعية، أطفالها هاي من يربيها. قائمة على قائمة قائمة على قائمة، وصل المبلغ بحدود 94، أكثر 147 مليون. حتى المدراء اللي راجعتهم ما سووا لي حل، يعني يجوز لكم ما لا يجوز لي، أنا أطلب يعني أنا أطلبكم. تأثر الدم بعد له شوية ويوصل للقلب، لو ظل يومين أنا ميت. وأنا مشكلتي علاجي مدى الحياة 218 مليون. زوجتي تركتني، تجيني نوبة أقع، مستحيل بأسبوع مرتين ثلاثة ما راجع دكتور. قرار أصولي قانوني دخلوا الأحفاد وصدر القرار على حسب الأصول. هم اللي طلبوا كتاب السيد السيستاني. إحنا هم أيتام، مطالبة إنسانية. تعرفونه؟ هن عمات يعرفنه من دمكم ولحمكم يعني إحنا. بالتفصيل مع ناطق. نتجول دائما ونبحث عن مشاكل الناس لنعرضها في البرنامج وبالتفصيل. اليوم ستكون معكم قصصا ومشاكل للمواطنين، نحاول أن نجعلها قضية رأي عام من خلال عرضنا لمشاكلهم التي قد تصل إلى الجهات المسؤولة، ومن ثم العمل على حلها. المشاهد أو المشاهد اللي شفتوها هي أبرز قضايا هذا اليوم على الفيسبوك التابع لقناة يو تي في. يوجد بث مباشر، وباستطاعتكم الكتابة والتعليق على القضايا، ولا بأس أن نرى آراءكم ومقترحاتكم لنا. شكرا لكل المتابعين الدائمين معنا في البرنامج، الرسائل كثيرة وصلتنا، وإن شاء الله كل القضايا رح تأخذ دورها في العرض. الآن نبدأ معكم في قضيتنا الأولى، وهي عن الدكتورة الأستاذة الجامعية التي توفيت وتركت طفلين، والسبب رح نعرفه بعد قليل. فأطمئنوا روحها، أنا أضمن لها 40 سنة وخلي تماس حياتها الطبيعية وحياتها الزوجية. كان يقول لك النساء كافرات وكئيبات، أنا شلت الورم كله ولا تخافين، هاي تعيش 40 سنة. والله بعمر الورد أشوفها هنا بالصورة، بعمر الورد أستاذة جامعية، أطفالها هاي من يربيها. أكثر ما يزعجنا بقضايا البرنامج عندما توجد روح فقدناها، روح بريئة، خصوصا إذا كان هذا الإنسان عنده مسؤولية عن تربية أطفال. هذا ما حصل للأستاذة الجامعية الدكتورة مي، التي انتهت حياتها بعد فترة من التشخيص الخاطئ والإصرار أيضا على الخطأ. حسب ما ذكرنا الأهل بهذه القضية، الأستاذة الجامعية اشتكت من آلام وشعور غير طبيعي، فرحت
للطبيب اللي يعتبر هو الأكثر خبرة في بغداد، لكن صارت هناك ملابسات أدى إلى أن تجري الدكتورة أكثر من عملية في الرأس، وهذا طبعا بخطورة عالية. أخذوا لها أيضا أكثر من نفراس بأوقات قريبة، لكن هي في النهاية توفيت الأستاذة الجامعية تاركة طفلين بعمر الورود، يا ترى من اللي راح يربيهم ويعتني بيهم بعدها؟ هي هذه المشكلة اللي توجع القلب. القصة راح يتكلم بها بالتفصيل أهل الأستاذة الجامعية وما حصل إلها من مشاكل وجولات بين المشافي قبل وفاتها. خلينا نتابع. والله هي أبوها توفى يعني هاي بالكورونا، هو لواء علي توفى بالكورونا ورا أسبوع، يعني هي انقهرت على أبوها ورا أسبوع قالت لي أمه خدر صاير يوم حلقي مني أنا خدر. بدت صارت عندها دوخة، قامت تساعدها نوبات، صارت عندها ما نوبات صرع، فسوينا لها مفراس، سوينا لها المفاس بمستشفى اليموك. من سوينا لها المفاس بمستشفى اليموك، رجعنا المفاس مال مستشفى اليموك، قالوا عتاي عندها ورم بالدماغ بالمستشفى الجمله العصبي. هاي ما ظلينا ساعتين ننتظر، عود نمبر 1 بالعراق وفتشي مضبوط. انتظرنا، شوفنا للمفراز، قال هاي تحتاج عمليه طارئه ونسوي لها وتنجح سهله، وهذا 100% الورم حميد. سوينا العملية 21/4/2021 هاي السنة، أقدناها قبل 5 أيام من العملية. يوم 21/4 سويت العملية الأولى، ظلت تقريبا 5 أيام غايبة عن الوعي من جاء العملية، وها نهضت قعدت، قلنا الحمد لله، وقال العملية مالتها نجحت وفتشي طبيعي وشلت الورم بشكل كامل. وهاي المفاز سوينا هي جماعة المفاز، قالوا هذا أكو ورم باقي، ورم موجود، جبنا له الأشعة مال المفراس ورحنا له وقلنا له هيك الموضوع، احنا لهذا الدكتور وهيك هاي. قال نحن محاطون بالاطباء الاغبياء، هو كل طبيب يقول هذا مو ورم، هاي اني مواد خالها بالعمليه مواد، وهاي تطلع تاخذ صبغه كانه ورم، انا الورم شايله بشكل طبيعي زين، وماكو داعي لا كيمياوي ولا تاخذ اشعه، لان احنا سوينا لها زرع طلع الورم مالتها حميد. قال فاطمئنوا روحها، انا اضمن لها 40 سنه وخلي تماس حياتها الطبيعيه وحياتها الزوجيه وما عليها اي فتشي. اوكي، فهي رجعت اطمئنت، كلام طبيب اخصائي يقولوا هنا نمبر 1 طبعا. شهر ونص بدت شوي حالتها ترجع نفس الشيء. شاف المفاس الجديد قال ها هذا ورم سدوي، هذا ورم طلع زين. قلنا له دكتور عاد مو جيناك من البدايه وتقول ماكو ورم ولا تحتاج اشعه وكيمياوي، قال شو نسوي؟ سوي لها عمليه ثانيه بشكل عاجل وان شاء الله هاي تنجح. سوينا لها عمليه ثانيه زين بيوم 31/7 زين، وثاني طبعا والعمليه خلوها بالابسيو 3 ساعات وراها مباشره طلعوها من الابسيو. هي تعرف عمليه ثانيه تحتاج مده اطول بالابسيو، راح حتى سووا لها من رقبتها فتحوا لها فتحه من هنا ب $3000 خلوها بالاي سي يو 4 ايام وتوفت. فالمهم فقدت الوعي بيوم 10/8 توفت اختي. بعد ما سلبونا المستشفى كلفتنا العمليه الاولى والثانيه وكل المصايف كلفتنا 4 دفاتر، يعني احنا متندمين، قلنا هاي 4 دفاتر لو مسافرين خارج العاقه شافني. حسبنا الله ونعم الوكيل، اهمال وتقصير وتعمد بموته، لان ما شايل الورم ولا شايله للورم ابد. رحنا قلنا للورم باقي، كان يقول انت النساء كافرات وكئيبات، اني شلت الورم كله ولا تخافين هاي تعيش 40 سنه تعيش بعد. انت النساء هيك يحكي، هذا اسلوبه. وين اكو مستشفى تتعامل كله بالدولار؟ مستشفى تصور احنا هنا الرقود ياخذون بالدولار 3 واقات باليوم، الاف سي يو تاخذ $1000، يعني باليوم انت تطلين المستشفى $1300 زين، ما عدا المستشفى الصيدليه مال المستشفى الاسعار مالتها مال ادويه مضروبه في 3، لا دواء مسعه لا مستشفى مسعه، وانا ارفع الشكوى ضد هذا الطبيب الظالم، ومن داس عليه مسوين هواي عشرات الحالات مثل هاي الحاله. والله بعمر الورد اشوفها هنا بالصوره، بعمر الورد استاذه جامعيه تناقش الماجستير استاذه ناجحه جامعه تهنى علي، شو اقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. وكل ساعتي دول اطفال الشر دوهم، لو ما عندها اطفال اقولي
أطفال هاي من يربيها من عندها يا الله، يعني ها عمرها سنتين وذاك الولد ولا شايفته من يوم توفت أمه، ما شفته خذه وراح. هاي ما يريد ياخذها، ياخذها يوديها عندها ضره، هي عندها ضره. ذاك الولد ما ادري شنو ايش حال الدهر بيه، حسبنا الله ونعم الوكيل. جبيتها وبيتي حسبنا الله ونعم الوكيل. كل ما يهمنا بهذه القضية روح الإنسانة البريئة اللي فقدت حياتها، زائدا مسألة الأطفال اللي بقوا وحدهم من غير والدتهم، أيضا هذه قضية مهمة جدا حتى نسلط الضوء أكثر لمعرفة التفاصيل الأخرى عن هذه القضية والقصة للدكتورة مي اللي فقدت حياتها أثر مرض معين. نعرف أكثر من خلال تواجدنا الآن مع الدكتور مصطفى وهو شقيق الأستاذة الجامعية الراحلة. السلام عليكم مصطفى، ونعزيك طبعا بوفاة شقيقتك. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظك إن شاء الله، الله يرضى عليك دكتور مصطفى. بداية نريد نعرف أنه هي أختك أنه كان الورم يعني حميد أو شنو الحقيقي، هو شنو كان الورم؟ والله هذا الورم بالبداية احنا سوينا، قلت لك بالبداية شان احنا المستشفى اليرموك مواجعة، لين صارت عندها نوبات مال دوخة واغماء على يعني توقع والدوخ، فراجعنا مستشفى اليرموك. من راجعنا مستشفى اليرموك قالوا هذا عندها ورم بالدماغ. تعرف هذا الورم اذا الا ينزرع يلا ينعوف، شنو هذا طبيعة هذا الورم. فاحنا سألنا احسن طبيب منه موجود نريد نسوي العمليه بداخل عاخ. هو دكتور مصطفى انا بتعرف انه بس بتعرف ما رد اسمع القصه، ولكن هو الحقيقي كان ورم حميد او لا بصرف النظر عن القصه اللي سمعناها؟ بالزرع الاول نعم نعم نعم، بالزرع الاول طلع حميد، قايدتو حتى نوعيته قايدتو قالوا هذا ورم حميد. هذا الطبيب المختص اللي حدده، مو المستشفى سوى العمليه، الطبيب المختص اللي حدده انه حميد. ها بالضبط. سوينا اول شغله هي اجت العمليه بالمستشفى العالمي للجراحات التخصصيه، هاي صايره خلف الجامعه المستنصريه، وما شالوا الورم ودينا الزرع بالمختبر بالحافي زين المختبر الحديثي. فمن سوينا طلع الورم نتيجه الورم جايد 2 يعني. نعم. ورم حميد يعتبر جايد 2 ورم حميد. طيب رجعنا جبنا نتيجة الزرع نفس هذا الطبيب. طبعا هذا الطبيب ما يعني صعب تشوفه يعني تشوفه وتلقاه، الا شنو هذا الطبيب الظل يم باب المستشفى مال نفس هاي الجراحات اللي اجى بها العمليه، نظل ننتظر 5-6 ساعات الا من تشوفه يدخل للمستشفى يسوي عمليه يلا تلزمه تقول له مثلا هذا هيك هذا هيك. طيب دكتور مصطفى بس ردنا دكتور مصطفى، احنا نفضل طبعا بدون ذكر اسماء، ولكن نعم. ردت اعرف انه الحقيقي نعم هو ورم حميد او لا؟ نعم. النتيجه النهائيه شنو كان؟ الـ نعم نعم، الورم الاول بالبدايه كان حميد، الورم بالبدايه كان حميد قايد 2. طيب يسمون النوعيه الثانيه. اوكي راجعنا قلنا له دكتور هاي العمل هذا اللي قايد 2 هاي شو نسوي شنو هسه اللي جاء عليه؟ قال مع ما طول طلع القايد 2 نوعيه ثانيه ماكو داعي لا تاخذ اشعه ولا تاخذ كيمياوي ولا شيء، اطمئن انا اضمن لها 40 سنه تعيش. اوكي رجعنا بصراحه اطمئنت يعني تعرف من هيك يقولها طبيب ومعروف عنه وسمعته طيبه يقول هذا الكلام اطمئنينا احنا بصراحه. طيب دكتور مصطفى بس انا يعني دكتور مصطفى احنا هذا كل حكيناه بالتقرير، تعرف نعم. بالنهايه طلع حميد او لا؟ بس هذا تعرف بالنتيجه بالعمليه الثانيه وما اجينا العمليه الثانيه هم اخذنا الزرع ما تزرعناه، طلع الورم يقولون صارت به طفره، صارت به طفره وصار به الورم يعني بسبب العمليه الاولى يعني بسبب العمليه فور. تقصد الاولى انه صار مو حميد، ايش تقصد؟
اي الماء الثانيه قالوا هاي طفره مفروض تاخذ كيمياء واشعه، لانه احنا قبل بعدين الابو اشعه قال هاي مفروض لو ماخذ اشعه وماخذ كيمياء ومفروض اشعه وكيمياء وعمليه اجاء اي ورم، يقول اي ورم حتى لو كان ورم حميد مفروض تاخذ اشعه وكيمياء، لكن هو اخذ على ايدني قال لا ماكو داعي اشعه وكيمياء وانا على ضمانتي وما ادري شنو، خلانا ما نتخذ كامل الاجاءات الطبيه. طيب زين نعم. يعني انت تحدثت ايضا عن الوضع نعم. يعني هو المستشفيات الخاصة الأهلية، يعني رح نشوف الآن كلامك بشكل عام عن كل المستشفيات الخاصة، وانت أيضا كنت تشتغل في وزارة الصحة حسب ما قلت وعرفت، الآن خلي نشوف انت ايش قلت في حقائق معينة عن المستشفيات الخاصة، ورح نرجع لك حتى نسألك بعض الأسئلة. الوزاء ينظر وزارة الصحة لأن هاي حياة الأبرياء، هاي حياة العالم، إضافة إلى اختيار الشخص المناسب يكون وزير صحة، يكون وزير صحة قوي. يعني هاي المستشفيات الأهلية لا رقابة، لا رقابة على الأدوية، لا رقابة على شيء من وزارة الصحة. يعني الأدوية بكل دول العالم بطل المي مسعّة، الشمس مسعّة، وها وإحنا عندنا الأدوية بالعراق لا مسعّة، لا عليها رقابة. وين وزارة الصحة من هذا الشيء؟ لا اكو رقابه على العيادات، كل من الكشفيه بكيفه وكل من الصيدليات بكيفه، احنا نناشد وزير الصحه، وين الرقابه؟ عد انتوا لغيتوا مكتب مفتش عام استحدثتوا دائره التفتيش، وين التفتيش؟ وين التفتيش على المستشفيات الاهليه؟ وين الرقابه؟ وين التسعيه؟ غير مفروض كل مستشفى اهليه يوضعوا لها تسعيه على العمليات، تسعيه مثلا على الوقود بالاف سي وش قد، على الوقود اليوم وش قد، مو يخلون كل واحد بكيفه. طبعا عدد منتسبين مقر وزاره الصحه 8000 موظف، شو تسوون بهذا العدد من الموظفين اذا انتم لا ادويه مسعه؟ الادويه تجي طبعا من وزاره الصحه، قاعد احكيك عن مشاهدتي من شت وزاره الصحه، ادويه ما مفحوصه تجي قطاع حكومي يعاني من جدا اهمال، يعني شوف الاهمال هسه شوف طب اي مستشفى حكومي لا نظافه لا شيء، يعني الوضع مزري في وزاره الصحه. يجي الطبيب يجي له ساعه ساعتين بالمستشفى الحكومي وهو كله يداوم بالمستشفى الاهلي يستفاد، الصيدليات كل من يسعر بكيفه، كل من الادويه بكيفه، مشكله الاطباء الاخصائيين عندنا بالعراق ما ينشاف، يسوي العمليه بعد ما تشوفه لا يبصم ولا عليه رقابه ولا يوقع ولا شيء، كلهم يصحوا لعمه. يجي طبعا الطبيب عندنا، هاي عن تجربتي بوزاره الصحه، من شيء مكتب المفتش عام وزاره الصحه نواقب ونفتش، يجي له ساعتين ويخلي الختم مالته من المقيم الاقدم لو المقيم الدوي يختم عنه ويوقع. هاي حال وزاره الصحه. احنا نوجه ندائنا للسيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ندعوه زين، ورئيس مجلس القضاء على الدكتور فائق الزيدان، وزير الصحه دكتور هاني، يشوفون ناشدكم بشكل انساني، يعني البلد صار يعني مع الاسف صار غابه. بعد هذا الكلام حاولنا أن نفتح ملف مسائل مراقبة المستشفيات الخاصة، اتصلت بأكثر من جهة مسؤولة في وزارة الصحة وكالعادة اعتذروا الجميع. مصطفى أنت تحدثت عن حقائق صادمة في المستشفيات الأهلية الخاصة، هذه التجربة لأنه عشتها ولا لما كنت أنت في وزارة الصحة منطيت هذه المعلومات؟ نعم بس لو تعيد السؤال المقصود انه انت اللي هذه الحقائق اللي قلتها عن عدم المراقبه، الدكتور يتواجد بالخاص اكثر من الحكوميه، زائدا يعني عدم مراقبه استقرار اسعار الادويه، هذه التجربه اللي عشتها مع اختك هي اللي خلتك تتكلم هذا الكلام او لانه كنت منتسب بوزاره الصحه؟ والله هاي احنا كنا دائما بصراحه من كان حتى المكتب كنا دائما نراقب ونفتش وندقق، لكن المشكله في وزاره الصحه الطبيب فوق القانون وفوق النظام، يعني الطبيب عنده حصانه من قبل وزاره الصحه، عنده حصانه كلش قويه من نقابه الاطباء، هاي احنا الوزاره الوحيده في العراق، شوف كل دول العالم كل دول الجوار، ماكو طبيب يشتغل بمستشفى حكومي وعنده عياده خاصه ويداوم بخمس مستشفيات اهليه ويحول الكيسات العده تجي بالمستشفى الحكومي يقول لهم ما انصحكم تسوون بالمستشفى الحكومي، اشتغلوا بالاهلي، انا اشتغل بفلان مستشفى، اوكي؟ اضافه الى العيادات الاهليه، الطبيب شو يسوي الطبيب
الاخ سامي يراجع بالعياده الهلالي معروف وطلع على الساحه الكل تعرفها مش اسمه يشيك ويا ابو الصيدليه ياخذ نسبه الطبيب ويا ابو مثلا ابو السونا ياخذ نسبه يدز له الكيسات والحالات ابو المختبى ياخذ نسبه من عندي زين انا هسه مشاهدتي انا عندي هم زوجتي بصراحه مريضه تراجع الطبيب مال الغده بالحافي هسه بدون ما اذكر لك اسمه يقول من يسوي لها مال علاج يكتب لها العلاج يقولها نزلي بفلان صيدليه اخذ العلاج اوكي فاخذت تاخذ العلاج من هاي الصيدليه يكتب لها الصيدلي 150,000 وانا على سبيل الفضول قلت لها زوجتي قلت لها اوكي نفس الدواء خلينا نروح لغير صيدليه بس نشيك على سبيل احنا خلينا نشوف والله نفس الدواء ابو ال 150,000 شفته من غير صيدلي ب 30,000 دينار شوف من اخر شيء رجعنا شاف الدواء جبناه مو من هاي الصيدليه رجعناه قلت له هاي شكرا ابو الصيدليه رجعناه قلنا له هذا الدواء ما نريده ورجعنا لكن شفنا اجى الطبيب قال هاي ليش هذا الدواء مخشوش مو نفس الان ما ادري شنو على مود شاف عالتشيس اللايلون اسم غير صيدليه يعني هذا بالنسبه لاسعار الادويه بس مساله العمليات ايضا تختلف من مستشفى لمستشفى اسعارها يعني نعم نعم المستشفى طبعا هذا نفسه هذا الطبيب راجعناه وهذا الشيء قلنا له احنا يعني هم تعرف الواحد امكانيته يعني هاي بعنا الذهب وبعنا عندنا سياره بعناها يعني هاي كلفتنا وقلنا له مو ممكن مثلا نجيها بمستشفى مثلا هاي القمه اقل تكاليف قال لا لا, لا انا اسوي الا بهاي المستشفى هاي طبعا المستشفى معروفه تكاليفها كلش عاليه يعني اكو اف سي يو $1,000 باليوم اضافه الى يسوي لك عقود مال المستشفى $300 يتعاملون كله بالدولار كله بالدولار اضافه ايش يسوون مو كل التسعيه وكل التشيك اللي يكتبوه بالورقه مال كشفيه الحساب يعني دا يقطعون بكيفهم يسوون يعني بصراحه المستشفى منو احنا سلبوني تسليب تسليب يعني تروح للصيدليه مال المستشفى نفسها زين السعر ضاب لك يافي ثلاث اضعاف في ثلاثة نعم ما تقدر نعم تحكي نعم يعني تحكي يعني هي هي يعني هاي لعلها نعم مناسبة إنه وزارة الصحة تشوف اللي الكلام اللي قلته وأنت اللي مسؤول عليه لأنه أنت أيضا يعني عايش في وسط هذه المستشفيات أنا أشكرك جدا وأدعو وزارة الصحة أنه نعم أن تتابع هذا الموضوع ومراقبة المستشفيات الخاصة أنا أشكرك جدا دكتور مصطفى الآن ننتقل إلى قضية أخرى وهي عن السيد لقمان في كربلاء اللي يطلب وزارة سيادية أكثر من 100 مليون دينار. قائمة على قائمة قائمة على قائمة وصل المبلغ بحدود 94 أكثر 147 مليون. حتى المدراء اللي راجعتهم ما سووا لي حل يعني يجوز لكم ما لا يجوز لي أنا أطلب يعني أنا أطلبكم. كنا سامعين جملة عند الحكومة ما يضيع شيء واللي تعني أنه ما دام عندك شيء يم الحكومة فأنت بأمان لكن هذا الأمر ما ينطبق أبداً على قصة المواطن لقمان من كربلاء اللي صار أكثر من 12 سنة يركض ورا فلوسه وما جاي يحصلهن. لقمان أبو زينب صاحب مكتبة قرطاسية يقوم بتجهيز قيادة شرطة كربلاء بمواد القرطاسية والأوراق المصورة منذ عام 2009 وحتى الآن لم يستلم أي من مستحقات المالية على الرغم من امتلاكه كل الأوراق الثبوتية اللي تأكد كلامه وصادر أيضا من قيادة شرطة كربلاء بتجهيز المديرية مع سند العقد للطرفين. شنو سبب عدم دفع الأموال من قبل الشرطة وليش من 2009 ولحد الآن يجهزهم هو ما مستلم فلوس؟ فلنتابع. احنا في سنة 2008 او 7 تعاقدت ويا مديرية شرطة كربلاء على تجهيزهم بالقرطاسية والمستلزمات المكتبية. بديت اجهزهم بعد التجهيز يصرف المبلغ. تراكم المبلغ قائمة على قائمة قائمة على قائمة وصل المبلغ بحدود 94 اكثر 147 مليون. يعني اخر شيء نصحوني قالوا ما تحصل فلوسك الا تقيم دعوة على مديرية شرطة كربلاء. بعد جلسات ومرافعات وروح وتعال وقدم مستمسكاتك والأصولية ووصولات الشراء وقرار المحكمة صدر القرار من محكمة بداية كربلاء بتاريخ 14/9/2009 يلزم مديرية شرطة كربلاء بصرف المبلغ مع فوائد تأخيرية وأتعاب محاماة. ظليت أراجع المديرية
أيست حالوني إلى خزينة كربلاء. الخزينة بدورهم هم قالوا إحنا ما نقدر نتصرف إذا من فاتح مراجعنا. منو مراجعكم؟ وزارة المالية. سووا كتاب لوزارة المالية، تابعت الكتاب، كتاب على كتاب، زودونا بفلان شغلة، زودونا بقرار المحكمة، زودونا. صدر الأمر من وزارة المالية صرف المبلغ من مديرية الشرطة، وأيضا كذلك ما صرفت المديرية، هم ظلت تماطل. يعني وصلت إلى طريق مسدود، راجعت مكتب الوزير للشكاوي وقابلت مدير مكتب الوزير وتعجب من، قلت له صار 12 سنة ما صار فيه للمبلغ، وحاني إلى واحد من الضباط الإداريين اللي عندهم بالمكتب، ما ظلت باب ما طرقته. وبالمناسبة أني يعني خسران عدل المبلغ خسران مراجعات وأجور نقل واستنساخات تقريبا أقدر أقول لك نص المبلغ. يا دار لا راجعها، قالوا صور لنا مستمسكاتك وجيبها، صور لنا أوراقك وجيبها. راجعتهم مراجعة شخصية، المحكمة يقول إحنا علينا صدرنا قرار، بعد هم عليهم التنفيذ. أنا حتى قابلت مدراء الشرطة المتتالين، يعني مدير بعد مدير، كل مدير اللي يجي أنا راجعة وراجع الحسابات وراجع، يقول لي مو بدينا بيم الوزارة، مو بدينا يم الوزارة. يعني حتى المدراء اللي راجعتهم ما سووا لي حل. قلت له أستاذ لنفرض القضية عكسية، لو المديرية تطلبني 100 مليون، قال ننفذ عليك خلال 24 ساعة. قلت له قرار القاضي واحد، إذا عليكم وإذا علي، قرار القاضي واحد، يعني يجوز لكم ما لا يجوز لي، أنا أطلب، يعني أنا أطلبكم، وأنا يعني هو قرار المحكمة لازم السلطة القضائية من الصدر قرارها على السلطة التنفيذية أن تنفذ خلال 24 ساعة ومو خلال 12 سنة، ولحد الآن أنا ما واصل إلى نتيجة. كل المخاطبات بين الشؤون المالية بالوزارة ومديرية حسابات كربلاء، ليش أنا عندي المخاطبات هاي خلال هالفترة الـ 12 سنة؟ شكو كتاب صدر من المديرية للوزارة ومن الوزارة للمديرية ومن وزارة المالية، كلها عندي نسخ من عندها مراجعهم، هاك هاي نسخة مصورة تابع شغلتك، هاك هاي نسخة مصورة قرار المحكمة، مخاطبات وزارة المالية، مخاطبات وزارة الداخلية، الشؤون المالية، مديرية شرطة كربلاء، الحسابات، عندهم إضبارة. إيه اللي صارت بالحسابات مال مديرية الشرطة؟ أنا أطالب بصرف المبلغ ومعاقبة المقصرين إن كان هناك مقصر. ليش 12 سنة؟ يعني 100 مليون مو شوية، 100 مليون. قضية أخرى من محافظة كربلاء مع لقمان اللي يطلب قيادة الشرطة. الآن لقمان أبو زينب ويانا على التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذنا الكريم. يا هلا بك. أريد أسألك سؤال، أنه أنت طالما صار من 2009 إلى اليوم، يعني من شفت أنه ما يدفعوا لك فلوس، ليش بقيت تنطيهم وتزودهم بالقرطاسية؟ لا لا عفو أستاذ، بالبداية أنا رحب بقناتكم وبالكادر المبدع. أهلا فضل. الموضوع كما هو آتي. أنا يعني انقطاعي عن التجهيز كان بال 2009، بعد ثاني قائمة من التجهيز ما سددوا لي، وقفت التجهيز بال 2009. زين، وقفت التجهيز، وبعد أن وصلت إلى مرحلة اليأس أنه ما أحصل المبالغ مالتي، فالتجأت للقضاء، أقمت دعوة عليهم محكمة بداءة كربلاء، وكان لهم حضور ايضا المديريه شرطه كربلاء، كان يجيهم يجي ممثل عنهم يحضر المحكمه، وبعد عده جلسات اصدرت المحكمه قرارها الموقر 1104 ب 14/9/2009 بصرف المبلغ مع فوائد تاخيريه واتعاب محاماه. طيب، وهاي من 2009 لحد الان انا مراجعاتي لمديريه شرطه كربلاء ولا مديريه الحسابات ولا وزاره الداخليه. يعني الشرطه ما قالوا لك، ما ردوا لك شيء، ما قالوا لك شيء انه ممكن بعدين او لا على الميزانيه او ما قبلوا، يظلوا يماطلون بالمبلغ، هذا المبلغ هوايه واحنا ما عندنا امكانيه. إلى أن تعدت أكثر من سنة عليا ترحلت القضية إلى وزارة الداخلية. نعم. وراجعت وزارة الداخلية، قالوا جيب لنا موافقة من وزارة المالية، وجبت موافقة من وزارة المالية، وظلوا يماطلون. طيب. ومن ذاك التاريخ من 2009 ولحد الآن ما شفت من عندهم أي تجاوب. احنا شفنا كل الأوراق ولا المحكمة. طيب، احنا شفنا كل الأوراق الثبوتية اللي تمتلكها أنت، لكن أيضا من خلال عرضنا لقضيتك في البرنامج، يعني وزارة الداخلية الآن هي تشاهد هذه القضية ولعلها تأتينا بالإجابة
عن هذه القضية. شكرا لك السيد لقمان. الآن سنذهب إلى فاصل، بعدها رح نتابع قضية علي، الشاب علي من بابل اللي فقد عينه وزوجته تركته لأنه ما يشوف. خلينا نتابع. تأثر الدم بعد له شوية ويوصل للقلب، لو ظل يومين أنا ميت. وأنا مشكلتي علاجي مدى الحياة 218 مليون. زوجتي تركتني، تجيني نوبة أقع، مستحيل بأسبوع مرتين ثلاثة ما راجع دكتور. أهلا بكم مجددا بالتفصيل. أتلقى مشاكل المواطنين على صفحتي الشخصية على الفيسبوك باسم ناطق صلاح الدين. بالفعل أكو قضايا كثيرة، ولكن كل قضية رح تأخذ دورها في العرض. من أصعب وأهم القرارات بحياتك اللي ممكن تتخذها هي مسألة اختيار الزوجة، لأن أنت بقرارك هذا ممكن تعيش بحياة زوجية سعيدة أو تروح لحياة أشبه بالجحيم، وساعتها ما رح ينفع الندم. الزوجة الصالحة هي الوفاء والسند وقت الشدة، وقت ما تكون بأمس الحاجة إلها تلقاها يمك دائما، وكذلك هو واجب الزوج للزوجة. لكن للأسف قصتنا اليوم عن حالة مؤلمة للشاب علي من بابل، وهو يعمل في سلك الشرطة، فقد عينه أثناء الواجب ضد عصابات داعش والدفاع عن الوطن، وهو مصاب أيضا بالصرع، وأكو شظايا حتى في أماكن حساسة لحد الآن ما طلعت من جسمه، الأطباء صعب إنه يستخرجون هذه الشظايا. لكن فوق مصيبته وعلاجه اللي كلف الكثير، الكل ترك علي بمن فيهم زوجته. الآن الشاب علي من بابل رح يتحدث عن حياته ومأساته في تقرير من بابل. خلينا نتابع. أنا الملازم علي فوزي شعلان، منتسب وكالة الاستخبارات. كان عملنا على الشرطة الاتحادية، على الأدوية الشرطة الاتحادية. طبعاً أنا إصابت عدة مرات، تعرضت للإصابة 4 مرات، إصابات خفيفة ومتوسطة. عالج نفسي بنفسي وأرجع للقتال. وأصابت الأخيرة الخامسة، هاي إصابة شديدة جدا اللي على أثرها طبعا فقدت البصر. هاي إذا واضحة بالصورة هنا هسان، حاليا ماكو عظم، هاي الشظية دخلت للرأس هنا ماكو عظم، هسه ترقيع لحم سوينا. فقدت البصر، عين اليمنى انقلعت نهائيا بالانفجار، انقلعت. العين اليسرى كان فيها أمل بأنه أشوف. عملية غلط بمدينة الطب، العين اليسرى جرحة والشبكية بعد ما بيها أمل. سافرت للهند، أكثر من 8 عمليات للعيون فقط ما عدا عمليات الرأس. طبعا بمدينة الطب أيضا عمليات ترقيع أخذوا من الفخذ لحم، خلوا الهاية ترقيع الهاية الفتحة اللي براسي. عملية غلط بمدينة الطب، صار عدة تخثر دم. وصلت للهند، أجريت عملية القسطرة وزرع فلتر وشريان يعني بداخلي. الدكتور اللي أجرى العملية بالهند قال لي لو ظل يومين أنت ميت، تخثر دم بعد له شوية ويوصل للقلب، لو ظل يومين أنا ميت. هسه أنا حاليا مديون أكثر من 200 مليون. علاج قصر كلفك صار؟ علاجي بالبداية كلف خلينا نقول 93 مليون، بعدها عمليتين. موان مشكلتي علاجي مدى الحياة 218 مليون، راتبي 1,300,000 زين، بس أخذت 3 سلف، سلفتين مصرف الرافدين وسلفة من صندوق شهداء الشرطة، لأنه أريد أسدد دين للناس اللي يطلبوني ويستقطعون من راتبي 3 سلف زين. بدأت إصابتي، زوجتي كانت معلمة، أنا متزوج 6 سنوات، زوجتي كانت معلمة. يعني بدأت إصابتي خلينا نقول شت بالدوام، أداوم ما محتاجها كلش، فصوبت قعدت بالبيت. قلت لها عوف الدوام وقعدي، بعد أنا محتاج الشمي
لأنه بعد ما أشوفه قاعد معاق 100%. زوجتي تركتني وصار طلاق بسبب إصابتي والإعاقة وفقدان البصر، يعني هاي شلون نقول سبب رئيسي بالموضوع. أطفال لا ما كان عندي منها، وكل حقوقها أخذت من عند الحاضر، والغايب لي هسه يستقطعون من راتبي لأنه هي كانت موظفة وسبب دوامها وما تقدر يعني داريني، وسبب اصابتي نقول يعني تعوقت 100% وقاعد ورد واحد يداريني، ما عندي احد اني انا هسه ساكن ويا اخوي، هذا بيت اخوي ساكن وياه. ما ظل كل شيء عندي، السيارة بعتها، يعني فلوس كان جوا ايدي مخليهن بعتهن، عندي قطعة أرض بعتها. إلا أنت اللي يتحملك؟ ما حد يتحملني، منو اللي يتحمل يعني واحد معاق؟ سنة سنتين عقوبة. إيه حتى أخوي، يعني أنا هسا ساكن ويا أخوي، أخوي هو موظف، يعني أخوي أستاذ جامعي إدام بالعمارة، أنا ما عندي شيء الحمد لله والشكر، يعني مسيطر هنا أنا بالبيت، ملابسي أكلي شربي، أدبر حالي بحالي يعني. مشكلة الراتب مالتي دا أستلم شيء قليل، زين أنا كل شهر لازم علاج جملة عصبية، طبعاً عندي 17 شظية بالرأس، المفراس مالتي موجود، 17 شظية بالرأس ما يطلعن، ما يصير يطلعن، مستقرات بمكان خطر، مسويات لي نوبة سقوط كبرى اسمها، بس أعتقد هي صارع نفسها، على ساعة أطيح، هسه أنا وحدي، تجيني النوبة أقع. غيبوبة خلي نقول نص ساعة 20 دقيقة غيبوبة، ومن أصحى من الغيبوبة أعرف أني بأنه جت نهاية الحالة. ليش؟ لأن شلون نقول فقدان ذاكرة وألم بالرأس وبالجسم كله. المهم أنا حسبت العلاج مال تخثر الدم مدى الحياة ومال الجملة العصبية مدى الحياة، حسبتهن بال680,000 شهرياً. مستحيل باسبوع مرتين ثلاثة ما راجع دكتور. هسه انا اذا واضح بالكاميرا حاليا حشوات عندي، هاي اسنان هي الصرع، اذا اللي عنده معلومات عنه يعض سنونه حيل، فبسبب هاي اسنان كلها تعبت. ان شاء الله توصل مناشدتي للسيد ابو الرغيف المحترم. سيدي انا شنيت منتسب عندك، اشكر قناه يو تي في الوحيدين اللي ذكروني واجوني وراح يصوروني، ان شاء الله ان شاء الله يوصلون صوتي السيد رئيس وزراء او لاي جهه من المسؤولين علينا على علاجنا. بالفعل الدنيا كلها صارت ضد الشاب علي اللي هو اصلا مريض ومصاب من أجل الوطن الآن، ويانا على تليفون علي. مرحبا علي. أهلا وسهلا، تحياتي لك، السلام عليكم. عليكم السلام علي. أنت النظر فاقدة 100% أو تشوفه شوية الآن؟ لا 100% أستاذ، يعني بس ظلام، كل شيء ما تشوفه أنت، بس ظلام ماكو شيء. ظلام 100%، يعني أنا كان وحدة من عيوني طلعت بالانفجار، والثانية كان بها أمل أنه عملية بسيطة. أي من سوء عملية بمدة الطب فقدتها نهائيا. زين أريد أسألك عن الشظايا الـ 17 في رأسك، هي أعتقد نعم. يعني هي اللي سببت لك الصرع أو أنت قبل كان عندك؟ لا أستاذ ما عندي أنا قبل الصرع، بس ما عندي أي مشكلة قبل، بس يعني حسب الأطباء اللي قالوا لي نعم. بالهند قالوا البني ما يطلع عن، ما يصير يطلع عن، لأنه مسكرات المكان غلط، بني أثرا على كهرباء الدماغ، الدماغ يعطي كهرباء للجسم. يعني ما ممكن يستخرجوها الأطباء لأنه مكان حساس قد تؤدي إلى أشياء أخرى. يستخرجوها طب يقدرون، يعني أنا رحت لإيران قبل تقريبا شهر ونص، جيت من إيران مرات على دكتور جملة عصبية، لأن ارتسوا عملية الأذني، الأذن مالتي هم بها مشكلة. دكتور الاذن قال انت عندك مشكله بجمله عصبيه بالدماغ، لان هاي فتحه صعب يعني، لازم يدخل الان دكتور جمله عصبيه. تمام. سؤال اخير علي، يعني سؤال اخير، انت تصرف تقريبا 600,000 بالشهر على العلاج فقط، يعني نعم. شو توجه من كلمه بسرعه لو سمحت حتى يسمعوك الجهات المسؤوله؟ تفضل. والله يا ريت اللي يسمع صوتي ان شاء الله ريت واصلوني، هاي والله حياتي اندمرت، يعني ما اعرف شو اعبر، يعني تحت الصفر. تحت الصفر، يعني لانه كل شهر دي يتراكم دين علي، دي يصعد يصعد يصعد، يعني حتى الاصدقاء والاقارب خلصوا، اللي اخذ منهم مبالغ للعلاج، يعني كل شهر اني اتداين.
لأنه راتبي كلش قليل نفق. إذن بهذه الحالة ندعو الجهات المختصة بأنه علي كان يعني هو يدافع عن الوطن ولكنه فقد بصره، وحتى تقريبا إذا أريد نقول فعليا هو فقد حياته لأنه ما يشوف وعنده صرع وأمراض أخرى. أنا أشكرك علي، وإن شاء الله يتابعون الجهات المسؤولة هذه القضية، وبعد شوية راح نتابع قضية أخرى عن ورث عائلة بالقسام الشرعي بتصريح من المرجع الديني السيد علي السيستاني. أصولي قانوني دخلوا الأحفاد وصدر القرار على حسب الأصول. هم اللي طلبوا كتاب السيد السيستاني. إحنا هم أيتام، مطالبة إنسانية. تعرفونه؟ هن عمات يعرفنه من دمكم ولحمكم يعني إحنا. منذ عام 1991 وأثناء المقابر الجماعية كانت هناك ضحايا، واليوم رح نشوف إحدى العوائل اللي خسروا والدهم وأعمامهم، لكن إلى اليوم ما ماخذين الورث باعتبارهم شرعا لهم حق الورث، لكن أهل العائلة البقية من عمات حرموهم من القسام الشرعي رغم أنه هم أخذوا رأي السيد السيستاني في محافظة النجف الأشرف اللي أجاز لهم اشتراكهم بالقسام الشرعي، وهذا من حقهم، كذلك أتوا بموافقة من القضاء. شنو المشكلة؟ خلينا نتابع. احنا والدي وعمامي وجدي معدومين بال91 مقابر جماعية في آن واحد. زين بعد السقوط بال2003 سوينا قسام شرعي من محكمة كربلاء عم اللي سواه، ودخلنا كنا بالقسام الشرعي. بال2010 تفاجأت يعني مسوين قسام شرعي من المسيب ما حاطينه بيه احنا الاحفاد، ويعني احنا وبيت عمي. بال2020 نهاية ال2020 رحت للمحكمة قالوا لي سوي تصحيح للقسام الشرعي مال 2010 حتى تضافون انتم بالقسام الشرعي. الدعوة قمناها يوم 17/1/2021، وبعدين مولانا من انت كتابنا وكتابكم دخل هم حاطين محامي، المحامي ما لهم دخل طرف ثالث ويانا. من دخل طرف ثالث قال أنا أطلب إحالة الأوراق للسيد السيستاني، سووا بيان رأي، هذا بيان رأي للسيد السيستاني مكتب الإفتاء في النجف الأشرف. هذا مكتب السيد السيستاني يوم 14 رمضان 1442 جت الفتوى. فرحنا للقضاء محكمة الأحوال الشخصية بالمسيب، صدروا قضاء قرار أصولي قانوني دخلوا الأحفاد وصدر القرار على حسب الأصول. هذا القرار اجى المحامي مالهم ميز الدعوة هاي، ميزها احنا السيد السيستاني طانه وقانونا احنا عندنا ميزها. من ميزها اجى القرار من محكمة التمييز انه الأحفاد ما يستحقون. هم اللي طلبوا كتاب السيد السيستاني، هم اللي طلبوا بيان الرأي مالت السيد السيستاني على مود نستحق أو لا نستحق. هذا القرار مال السيد السيستاني نفسيته صار قسام شرعي، وإلى هم يتميز قرار السيد السيستاني، يتميز القرار مال المحكمة، وإجانا بيان من التمييز بأن لا نستحق لا شرعا ولا قانونا. هسه احنا نطالب سيادة الأستاذ فايق زيدان انه يشوفنا احنا هم أيتام، وهذولك صار أكثر من 9 أشهر، مطالبة إنسانية، وهذول معدومين في آن واحد. بعدين الشرع أمطانة، هو هنا قرار محكمة التمييز يقول لا يستحقون شرعا وقانونا، في حين إحنا سيد السيستاني على سلطة شرعية عند المذهب الجعفري أمطانة موافقة. هسه أجلونا موعد المرافعة يوم 5/9، طيناهم هاي الأوراق، قال يوم 5/9 نعيد المرافعة. يا بقيت لسيادة القاضي هذول أيتام ولد أخوي، وأنا مدخلهم بموجب القسام الشرعي هذا، وذن مسويات قسام شرعي إحنا ما نعرف تفاصيله. قال الله كريم. أنتوا تعرفونه؟ هن عمات يعرفنه؟ أنا هسه مواليد 88 يعرفنه، سنتين راح أبويا، خابر عماتي يابا حلوها باللتي يا حسين، تقول لي عمة من العمات تقول لي أنت عندك محامي عندك هاي، روح شور، روح اتعلم، ما حد يعرفنا، ما حد يسأل علينا، هسه وصلت الحد تقول لي هم روح، من دمكم ولحمكم يعني إحنا، ما يعني فرد دورة قطعتوها.
حاولت احط محامي، لكن المحامي ايش قد ياخذ؟ طلب من عندي 5 ملايين. هاي الوضعيه ما تتحمل 5 ملايين، يعني هم عندهم فلوس ما شاء الله عليهم، الله يزيدها عليهم. يعني نطلب انصاف المحكمه، نطلب النظر بقضيتنا، لان صار لنا 9 اشهر وانا طالب ماجستير. يعني لحد الان انا رسالت جماعتي تخرجوا وخلصوا، وانا لحد الان هم حاير بالدراسه وهم حاير بهاي المشاكل. طبعا العائله هم راسلوني على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك باسم ناطق صلاح الدين، واحنا رحنا حتى نصور هذه العائله في كربلاء. احرار هو ابن احد ضحايا المقابر الجماعيه. مرحبا احرار. مرحبا استاذ ناطق، حياك الله. اهلا بك. بردت اعرف الان القضيه وين وصلت اليوم، القضيه شنو تاديتها؟ والله لحد الآن القضية محكمة أحوال المسيب، كل فترة يأجلون بينا، كل فترة يأجلون بينا وما نعرف قضيتنا لحد الآن. لسه عداني مرافعة يوم 23/9. طيب أحرار، أنت وما نعرف فعاليتها وين. أنت فقدت والدك اللي ما كان دخلته بالقسام الشرعي، والدك هو المعني أنه الورث مال والدك؟ نعم. لا، الارث اللي هذا مال جدي، مال ابا ابوي. هو المفروض انتم تاخذوه لانه والدكم، يعني ايضا المفروض له حصه بالموضوع. نعم استاذ، المفروض ان والعمام الاخرين احنا بال 2003 مثل ما تفضلت قبل شويه، بال 2003 موجود اسمانا بالقسام الشرعي اللي افضل بال 2003. انتوا بال 2010 طبعا احنا حكينا، طبعا احنا سمعنا احرار، سمعنا كل القضيه، لكن انتوا القضاء زايدا السيد السيستاني بالنجف اخذ لكم الموافقه واجاز لكم انه تدخلون بالقسام الشرعي. نعم، فتوى شرعيه من السيد السيستاني. والقضاء؟ ايوه، والقضاء هم بال 2003 هم منطينا. وبال 2010 ما اعرف شلون سواه وشلون اصدروا قسام شرعي، ما اعرف والله انا. طيب احنا ايضا بيتابعون القضاء العراقي هذا البرنامج، وان شاء الله بعد عرض قضيتكم تاخذ طريقها الى الحال. شكرا لك احرار، شكرا لك. الان ننتقل الى القضيه الاخرى، احدى الجامعات في بابل وهي قيد الانشاء، واي جامعه ما يمكنها البدء بالتعليم الا قبل حصول موافقات، لكن احدى هذه الجامعات ومنذ العام 2018 الى الان لم تحصل على أي موافقة، رغم حصول 4 جامعات قدموا وياهم بهذا الوقت حصلوا على الموافقة. شنو السبب؟ خلي نتابع. أنا بلشت عمل في تأسيس جامعة سومو الأهلية المقترحة في محافظة بابل في سنة 2018. سنة 2018 بدينا العمل بتأسيسها، استمرت تقريبا 6 أشهر لأجل إنجازها. بعدها رفعناها الأمان العام لمجلس الوزراء لأجل المصادقة. في إدارة قانونية بالأمان العام لمجلس الوزراء رجع لنا كتاب إلى التعليم العالي بعض الملاحظات فيما يخص الجامعة، فاستغرق وقت إنجاز الملاحظات تقريبا 4 أشهر. كان أكو تريث على الجامعات والكليات الأهلية. بهذه الأثناء كان أكو جامعات بدأ العمل بهم بسنة 2020، استغرق الوقت العمل بهم تقريبا 4 أشهر أو 5. بهذه الفترة جامعتنا يعني أخذت جانب ركن، يعني ما بدأ العمل بها حتى تصعد مجلس وزراء، انزاحت على جهة وأنجزوا العمل في باقي الجامعات. وزير التعليم العالي خاطب الأمانة، خاطبهم بأنه إنه التاريخ اللي أنتوا ذكرتوا به أكو توجيه بالتريث فيما يخص الجامعات الأهلية، أنتوا استحدثتوا 5 جامعات، فبما معنى أنه هذه الجامعة يفترض تكون مشمولة مع هذه الجامعات. طبعا جامعتنا هي جامعة مستقلة، ما بها أي حزب، ما بها أي مسؤول، ما بها أي جهة سياسية داعمة، مجرد 9 أشخاص بدرجة بروف، ناس أكاديميين متقاعدين. أنا أشوف أنه افتتاح هذه الجامعة هو فرصة للأكفاء، فرصة للطلاب، خصوصا وهي يعني داخل محافظة مو خارج.
طبعا هذه بها تبعات وأضرار مادية، لأنه تعرف حضرتك الجامعة لما إحنا نرفعها مجلس وزراء نكون مأمنين بخطاب ضمان مبلغ قيمته 625 مليون. هذا المبلغ من سنة 2018 هو بالبنك، ما قدرنا نتصرف به لأنه إلا نجيب استيفاء حاجة مالية خطاب ضمان، يلا إحنا نقدر نتصرف. عندنا استثمار بناية، البناية استثمارها ما يقارب 2 مليار عراقي، إضافة إلى أجهزة. تعرف الجامعة ما تصعد إذا ما مجهزة بالكامل، إذا ما أكو كوادر، يعني الناس هم مرة يتحملوني ومرة هم يردون حقوقهم. أنا أناشد دولة رئيس الوزراء أنه أنا على علم ويقين أنه هو ما يعرف بهذا الضرر اللي دا يلحق بينا إحنا كجامعة أهلية، خاصة قلت لك إحنا مو حزب ولا جهة سياسية ولا متنفذين عمالقة، يعني إحنا ناس بسطاء. الجامعة هذه بيها أضرار مادية دا ترجع على الهيئة التأسيسية علينا إحنا. فأني أناشد دولة رئيس الوزراء أنه ينظر بموضوع هذه الجامعة اللي صار لها 4 سنوات في حين أكو جامعات بشهرين خلصت. فأتمنى أنه يتابع هذا الموضوع، وأنا على علم ويقين أنه هو إنسان حقاني وينطي للناس حقوقها، وما معقولة راح يقبل بهذا الضرر. طبعا عندي أسئلة حتى أستوضح أكثر عن هذه القضية، لذلك ويانا الآن على التليفون الدكتورة لمياء البرماني. مرحبا بك دكتورة. يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. دكتورة، السؤال هو أنه هي عدم موافقتكم أو يعني فقط ما كرد؟ لا أستاذ، اللي إجا بها هو أصلا قانون التعليم الأهلي يقول لما تصعد المجلس وزراء يفترض اكو 90 يوم اللي هي هذه المده اما قبول او رفض. اللي احنا اجانا تريث اللي هو اصلا ما موجود بالقانون. شنو تريث؟ يعني انه هي موافقين بس انه انتظروا. شنو تريث هنا؟ موافقين مكتوب عليها انه هي منجزه مستوفيه كل الشروط. يعني هم موافقين بس قالوا لكم اوقفوا انتظروا. حاليا اكو تريث من قبل دولة رئيس وزراء فيما يخص الموافقات على الجامعات الاهليه. زين، هو من التعليم العالي هذا التريث او من رئاسه الوزراء؟ لا 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 لا، الوزير التعليم العالي الرجل صعد جامعتنا للامانه العامه لمجلس وزراء، خلصت من قبل الامانه تحولت الى الامين. يم الامين صار اكو تريث من قبل دولة رئيس وزراء. طيب. رجعت بالامانه. تعتقدين ليش بقيه الجامعات اللي تقدمتوا وياها وافقوا لهم وانتم لا؟ ليش تعتقدين انه هذا التريث او التاخير؟ يعني هم محصلين التريث. ما فهمت شلون؟ شنو استثناء؟ هم اللي اتهمت انا بالكتاب اللي اجاني انه باقي الجامعات اللي هي طبعا بعدي هم أنا في 2018 هم قدموا على معاملة بال 2020 هذول محصلين استثناء. أنا بالنسبة لي من التريث، أنا بالنسبة لي ما قدرت أحصل استثناء. طيب دكتورة، ما طلبتي إنه تقابلين أحد من مكتب رئاسة الوزراء بهذا الأمر؟ يا أستاذي ما خليت باب وما رحت عليها. صعب ألتقي بدولة رئيس وزراء، لأن يعني هو التريث هو من حضر الصفادر، فصعب كل الصعب يعني. لهذا السبب أنا لجأت لقناتكم. نعم نعم، يعني إن شاء الله من خلال عرض هذه القضية في برنامجنا الجهات المسؤولة في مكتب رئاسة الوزراء على الأقل نفهم ليش هذا التريث. أنا أشكرك جدا دكتورة لمياء على هذا الاتصال. في نهاية البرنامج وفي الختام أقول يا قلب اصبر على ما أنابك من فراق، فسنين البعد لابد لها من نهاية ولقاء.